شوف دائما الناس السيئة تختبر قيمك، تشوف أنت تصبر ولا لا، هي تربيك ترى، تربيك. وسبحان الله أنت يعني لما أجلكم الله السامعين، لما يعني لما يأتيك أحد يريد أن يسحبك إلى منطقته لا تذهب، لأن السيء جدا هو أجلكم الله وحاشا الجميع كالخنزير، عندما تدخل معه في منطقته في الوحل ستتسخ أنت بينما يستمتع هو، أنت ما تقدر تفوز عليه، هو هذه منطقته، فالأفضل أنك ما تروح له.